فهمت الحين. هذه الدي فورس اكسبيرينس تقدر تصور سطح المكتب صح؟ ما انا ما يمديني. طيب ليش؟ انا 5 سنين. ماشي. انت لابتوب ولا ايش؟ خلينا نشوف المواصفات حقك. تي اي رم شو اسمه 16 رامات انت زي بس انا لابتوب. انا لاب أم الخياس اقسم بالله ما يمديني. يا مشكلة برنامج خطير. طبعا انا ما يمديني احمل، ما يمديني احمل حق زي اللي عندك ذا، زي حق البرنامج حق كرت الشاشة 1060. والله ما ادري، اتوقع انه خلصت التحميلات كلها. شوف انا ايش عندي. وش هذا؟ بالله يعني مهم؟ امس الليل في اللي نام. لا قصدي انا وانت وليجند استعبدنا شوي بسطنا ولا وش يا ولد؟ اضغط وشوف طلع لي. والله ما ادري انا ما شفت.